أما في الجو فقد سيطرت وحدات من الجيش الوطني مسنودة من رجال القبائل على مركز قيادة وسيطرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية إثر عملية شرقي المحافظة. كما أفاد مصدر عسكري لقناة يمن شباب أن قوات من الجيش والمقاومة نفذت عملية نوعية يوم الجمعة تمكنت على إثرها من السيطرة على مركز القيادة والاتصالات العسكرية في جبهة النضوض شرقي مديرية الحزم. كما أسفرت أيضا عن مسرع 4 من الميليشيا وأسر 5 آخرين بينهم قيادي. وأضاف المصدر أن قوات الجيش تواصل ملاحقة فلول ميليشيا الحوثي في جبهة النضوض وتطهيرها من العناصر الحوثية التي تلوذ بالفرار. وكانت قوات الجيش الوطني استعادت مطلع الأسبوع المنصرم مناطق استراتيجية في محافظة الجوف أبرزها منطقة الصبائغ بالكامل وعدد من المواقع المحيطة بها، وكذلك قرون هاندية وجبل حويشان. إذن والحديث أكثر حول آخر التطورات في جبهة الجوف ينضم معنا مراسلنا من الجوف ماجد عياش. نرحب بك ماجد معنا في أخبار المنتصف. إذن هناك عمليات عسكرية تشهدها تحديدا الجبهات الشرقية في المحافظة، ما آخر التطورات حتى اللحظة ماجد؟ نعم، هناك تطورات عسكرية في جبهة شرق مديرية الحزم وشرق بئر المراجيب. هذه الجبهة تشهد مواجهات منذ عدة أيام، ما يقارب الخمسة الأيام، والمعارك محتدمة في هذه الجبهة. الجيش الوطني نفذ عملية عسكرية قبل عدة أيام في جبهة الحبيل، استطاع من خلالها التقدم أكثر من 40 كيلو، قطع مسافة كبيرة وحرر مواقع مهمة واستراتيجية. وبالتزامن مع ذلك كانت هناك عملية عسكرية للجيش الوطني في جبهة العلم والنضود، استطاع الجيش الوطني من خلالها التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة من السلسلة الجبلية والتباب التي تسمى تباب النبوذ. استطاع الجيش الوطني أيضا يوم أمس تحرير تبة كان يتمركز فيها الميليشيات الإنقلابية وفيها السيطرة والاتصالات التي تتحكم في تلك الجبهة للميليشيات الإنقلابية. أيضا في الجبهة الأخرى في جبهة الحبيل كانت هناك السيطرة والاتصالات للميليشيات الإنقلابية في جبل عرفان الاستراتيجي، استطاع الجيش الوطني الوصول إليها والسيطرة عليها، ما سبب حالة ارتباك وهلع وخوف للميليشيات الإنقلابية. وقع الكثير من عناصر الميليشيا أسرى وقتلى نتيجة لفقدانهم الاتصالات. جميل. ما تزال المعارك مستمرة في هذه الجبهة، جبهة النضوج بالتحديد، منذ يوم أمس وهي مستمرة حتى اليوم لاستكمال ما تبقى من جيوب للعناصر لعناصر ميليشيا الانقلاب في هذه الجبهة، جبهة النبوذ بالتحديد. جميل ماجد، إذا ربما من خلال كلامك الموقف العسكري حاليا لصالح الجيش والمقاومة ورجال القبائل في هذه المنطقة، تحدث المعارك مستمرة وربما أيضا المعارك مستعرة في العلم والنضوض، وكما تحدث يعني الكثير من الخسائر بالنسبة للميليشيا. هناك كما تحدث الكثير من المواقع الاستراتيجية وأيضا مركز قيادة وسيطرة تم أيضا يعني تطهيره وتحريره حاليا، ما أهمية هذه المواقع التي تم تحريره في سير العملية العسكرية الآن في النضوض تحديدا ماجد؟ طبعا هذه المواقع التي تم تحديدها تمثل حماية لمحافظة مأرب من المنطقة الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى أنها تقترب من الالتفاف على بئر المراجيق ومعسكر اللبنات. كلما سيطر الجيش الوطني على هذه التباب وهذه المواقع القريبة من بئر المراجيق يصبح الجيش الوطني على مرمى حجر من بئر المراجيق، ويسهل السيطرة على بئر المراجيق. بالإضافة إلى أن معسكر لبنات قد يصبح تحت السيطرة للجيش الوطني، السيطرة النارية للجيش الوطني. إذا ما تمت السيطرة على هذه الجبال القريبة من معسكر اللبنات والقريبة من بئر المراجيق، وبالتحديد جبال النبوذ وجبل حوشيان وجبل الشهلاء، السلسلة الجبلية جبال الشهلاء التي تقع على الحدود مع بئر المراجيق. جميل، يعني العين الآن على معسكر اللبنات كما تحدثت، وربما كل السلاسل الجبلية الآن التي يجري السيطرة عليها وتحريرها لكي ربما يتمكن الجيش والمقاومة الوصول إلى معسكر اللبنات. طيب ماجد، ماذا عن خسائر الميليشيا؟ ما تكبدته في هذه المعارك المستعرة؟ وكذلك هل هناك أيضا مساندة من قبل التحالف العربي لهذه المعارك التي تجري في الجوف؟
بالنسبة للخسائر في صفوف الميليشيات الإنقلابية في جبهة الحبيل، كانت هناك خسائر كبيرة للميليشيات نتيجة لفقدانهم للاتصالات والسيطرة. استطاع الجيش الوطني القبض على الكثير من الأطقم، ما يقارب 8 أطقم، بالإضافة إلى معدات ثقيلة للميليشيات الإنقلابية وأسلحة نوعية. أيضا هناك الكثير من القتلى ومن عناصر الميليشيا. أيضا هناك أطقم تم إحراقها بمنع لمسها من الأفراد والأسلحة من الميليشيات الإنقلابية، تم استهدافها من قبل مدفعية الجيش الوطني. أيضا هناك عدد من الأسرى تم القبض عليهم في هذه الجبهة، تاهوا في وسط الصحراء نتيجة لعدم قدرتهم على التواصل مع قيادتهم. في جبهة النضوج أيضا هناك مصادر تتحدث عن قتلى يوم أمس في جبال النضوج، أكثر من 5 قتلى. وأيضا هناك عدد من الأسرى تم القبض عليهم في هذه الجبهة. أسلحة أيضا متنوعة ومتطورة يتم القبض عليها في هذه الصحراء. كل ما تحشده الميليشيا وكل ما تجمع الميليشيا في محافظة الجوف وشرق محافظة الجوف يتوه في هذه الصحراء، ويستطيع الجيش الوطني إما القبض عليه أو يتمكن من إحراقه أو تعطيله. وأصبحت الميليشيا تتكبد الخسائر الكبيرة في هذه الصحراء ولم تتمكن من التقدم، بل أنها باتت تخسر الكثير من المواقع. طيب ماجد، أختم معك، بالنسبة لموجات النزوح إثر هذه المعارك المستعرة، ما طبيعة الوضع الإنساني وربما أيضا أن يتوجه النازحين من السكان؟ طبعا هذه المناطق التي تدور فيها المواجهات شرق محافظة الجوف، ربما القليل من المواطنين الذين يتواجدون في هذه المناطق وهم البدو والرحل والذين نزحوا من محافظة الجوف بعد سفرة الميليشيا إلى هذه المناطق الصحراوية. بعد هذه المعارك التي دارت خلال هذه الأسابيع الماضية، هناك عدد من الأسر نزحت إلى المناطق الشرقية بالقرب من صحراء حضرموت، وأيضا نزحت إلى محافظة مأرب في مخيمات النزوح في محافظة مأرب. هناك يعني أعداد كبيرة من الأسر ليس لدي أي إحصائية بالأعداد الآن، لكن هناك عدد كبير من النازحين فروا ونزحوا نتيجة للمواجهات المصطدمة. كلما اقترب الجيش الوطني كلما زاد أعداد النزوح، وكلما اشتعلت المعارك زادت هناك موجات نزوح أكثر. وكما تحدث يعني ينزحوا إلى محافظة مأرب وإلى حضرموت. ماجد عياش مراسلنا من الجوف، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.